في مساء 30 تموز اغتيل القيادي في حزب الله فؤاد شكر. وسائل الإعلام في مجملها تداولت هذه الصورة ليتبين لاحقاً أنها خاطئة وأن هذه هي صورته الحقيقية. فشكر الذي وصف بالرجل الثاني في حزب الله لا أحد يعرف صورته، عاش كالشبح وعرف رجلاً سرياً وغامضاً. إذن كيف تمكنت إسرائيل من اغتياله؟ وفق صحيفة وول ستريت جورنال، فإن عملية اغتيال شكر وقعت بعدما اخترقت إسرائيل شبكة الاتصال الداخلية لحزب الله، حيث تلقى شكر مكالمة من شخص يطلب منه التحرك من الطابق الثاني للمبنى السكني المستهدف حيث يوجد مكتبه إلى شقته في الطابق السابع الذي يعيش فيه في الضاحية الجنوبية لبيروت ليكون هدفاً أسهل لإسرائيل. وبعدها سقطت قذائف على الشقة والطوابق الثلاثة تحتها، ما أسفر عن مقتل شكر وزوجته وآخرين. أمضى فؤاد شكر يومه الأخير في المبنى الذي قصفته إسرائيل في الضاحية الجنوبية، وكان يعيش في الطابق السابع بنفس المبنى، وذلك لتجنب الحاجة إلى التنقل كثيراً. لم يكشف تقرير وول ستريت جورنال عما إذا كان الاتصال الذي تلقاه شكر من أحد العناصر المندسين في حزب الله أم أنه اتصال مزيف، لكن ما أكده أن هناك اختراقاً إسرائيلياً لشبكة حزب الله. بدوره نفى حزب الله كافة المعلومات التي أوردتها وول ستريت جورنال، واصفاً تقرير ظروف اغتيال شكر برواية ملفقة لا أساس لها من الصحة. وكانت إسرائيل قد نفذت عشرات عمليات الاغتيال بين عناصر حزب الله عن طريق تتبع الاتصالات، كما أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. أدعو إلى الاستغناء في هذه المرحلة عن أجهزة الهاتف الخلوي الذي يعتبر عميلاً قاتلاً، فالعدو يستند بشكل أساسي في اعتداءاته على القدرات الفنية التجسسية. قدرات إسرائيل التكنولوجية لاختراق الاتصالات الخلوية كانت قد دفعت حزب الله إلى بناء شبكة اتصالات أرضية، لكن عمليات الاغتيال الأخيرة تثير تساؤلات حول مدى تحصين الشبكة، فيما يواصل حزب الله وإيران التحقيق في الفشل الاستخباراتي الذي حصل، ويعتقدان أن إسرائيل تمكنت من التغلب على دفاعات الحزب باستخدام تكنولوجيا وأدوات قرصنة متطورة.